الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من سار على نهجه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وهدى. إخواني الأكارم، هذا هو درسنا السادس من سلسلة شرح ابن القاسم الغزي رحمة الله عليه. توقفنا في الدرس الماضي حول الأغسال المسنونة، ونبدأ بإذن الله جل وعلا في درسنا اليوم في فصل المسح على الخفين. فصل: والمسح على الخفين جائز. بدأ الشيخ في شرحه للكتاب قوله: والمسح على الخفين جائز. جائز بمعنى يجوز أن يمسح على الخفين. المسح على الخفين من الأمور التي تختص بها هذه الأمة المحمدية عن غيرها من الأمم السابقة، وهذا تخفيف في شريعتنا. من لم يستطع أن يخلع نعليه ليتوضأ يجوز له أن يمسح على الجوربين أو على الخفين أو على النعلين. وإن شاء الله نذكر ما هي شروط النعلين التي يجوز المسح عليهما، نذكر بإذن الله تعالى. هذا الموضوع، المسح على الخفين، له دليل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن إجماع الأمة. من الأدلة التي دلت على المسح على الخفين شرح ابن هاني في صحيح مسلم، قال: أتيت عائشة رضي الله عنها أسألها عن المسح على الخفين. جاء إلى عائشة رضي الله عنها ابن هاني وسألها عن المسح على الخفين، فقالت: عليك بابن أبي طالب، أي علي بن أبي طالب، فسله، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابن هاني: فسألناه فقال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم. ومن الأدلة في هذا الموضوع أيضا ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث جرير بن عبد الله البجلي رحمة الله عليه أو رضي الله عنه، قال جرير: رأيت جرير بن عبد الله بال ثم توضأ ومسح على خفيه، ثم قام فصلى، فسئل. تابعي رأى جرير بن عبد الله البجلي وهو يبول ثم يمسح على خفيه بعدما توضأ، بدأ الوضوء، عندما وصل إلى غسل الرجلين مسح على الخفين. فسألناه، أي فسئل جرير بن عبد الله البجلي، فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا. قال إبراهيم: فكان يعجبهم، لأن جرير كان من آخر من أسلم. هذا الحديث يدل على أن جرير بن عبد الله البجلي نقل لنا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم من السنة إذا لم يكن هناك شيء يدل على الاختصاص. إذا فعل الرسول، السنة تنقسم إلى 3 أقسام: سنة قولية، أي ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، افعلوا كذا، اجتنبوا كذا، هذه
تسمى السنة القولية، وهناك سنة فعلية وهي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن يكون هناك دليل يوضح لنا أن هذا الفعل يختص به النبي صلى الله عليه وسلم. من يعطيني مثالا للسنة التي يختص بها الرسول صلى الله عليه وسلم عن بقية الأمة؟ زواجه بتسع، يعني أكثر من أربعة يجوز للرسول صلى الله عليه وسلم ولا يجوز لبقية الأمة، لبقية الأمة. لذلك إذا لم يكن هناك دليل يدل على أن هذا الفعل يختص به الرسول صلى الله عليه وسلم، فنقول هذه سنة فعلية ثبتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والنوع الثالث من السنة هو السنة أو هي السنة التقريرية، إذا فعل صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا من أفعال العبادة أو من أمور الدين، والرسول صلى الله عليه وسلم رآه ولم يقل له لا تفعل كذا، لأنه لا يتصور أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى شخصا يخطئ في حق الدين وسكت عنه، لا يتصور هذا. فنقول قول جرير بن عبد الله البجلي هو نقل لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح على الخفين. وروى ابن المنذر عن الحسن قال حدثني، والحسن البصري وهو من كبار التابعين، قال حدثني 70 من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، وهذا تواتر. إذا تواتر 70 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول مسح على الخفين فهذا من المسلمات، لأنه لا يمكن أن يتواطأ 70 صحابيا على الكذب، بل لا يعني نعتبر الصحابة عدول في نقلهم، كل ما نقله صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعتبر هذا من الدين. المسح على الخفين شرع في السنة 9 من الهجرة، أي هي من آخر، أو المسح على الخفين هو من آخر ما شرع في الشريعة الإسلامية، وخاصة في غزوة تبوك، في غزوة تبوك. قال والمسح على الخفين جائز في الوضوء، أن يمسح على الخفين يجوز في الوضوء، ليس واجبا ليس مكروها، أي هو جائز، بل هو من السنة، هو من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. لا في غسل لا في غسل فرض أو نفل، ولا في إزالة جنازة، ولا في إزالة نجاسة، ولا في إزالة نجاسة. المسح على الخفين خاص في الوضوء، أي لا يمكن أن يمسح على الخفين في حال الغسل الواجب أو النفل، ولا يمكن أن يمسح على الخفين في حال إزالة النجاسة، هذا المسح لا يجوز. فقط المسح على الخفين يجوز في الوضوء، وله شروط، وله شروط، شروطه 5، وسيذكر لنا الشارح بإذن الله تعالى. الشرط الأول هو اللبس بعد كمال الطهارة، أن يلبس اللابس خفيه بعد أن يكتمل طهوره، أي ألا يكون عليه غسل واجب، وأن يكمل في وضوئه، أن يكمل في وضوئه، ثم بعد ذلك أن يلبسهما على كمال الطهارة. والشرط الثاني هو الستر لمحل الفرض، أن يستر الخفان محل الفرض، ومحل الفرض هو الجزء الذي كان يغسل من الرجل في حال الوضوء إلى الكعبين،
أن يصل إلى الكعبين، فما دون الكعبين من الخفين نقول لا نستطيع أن نمسحهما، لا نستطيع أن نمسح ما دون الكعبين، يجب أن يصل الخفين إلى الكعبين. والشرط الثالث هو إمكانية تتابع المشي عليهما، يعني إذا لبست الخفين أن تستطيع المشي على الخفين. فإذا كان الخفان مثلا من الطين، وإذا أردت أن تخطو خطوة يبقى هذا الطين، أو شيئا ثقيلا لا تستطيع أن ترفع رجلك بهذا الشيء، نقول لا يمكن المسح عليهما، لأن المسح على الخفين هو تخفيف للأمة، والتخفيف يعني يكون في الأمور التي يستطيع أن يستعمله أن يستعملها الإنسان في حياته اليومية. والشرط الأخير هو أن يكونا قويين وأن يكونا طاهرين، أن يكونا قويين بمعنى أن يكون الخفان قويان، بمعنى لا يمكن أن يكون الخف شيئا يعني لا يستطيع أن يستر الرجل سترا كاملا، يجب أن يكون شيئا ساترا للرجل، ويمنع أيضا من وصول الماء إلى القدم، يمنع من وصول الماء إلى القدم، وأن يكون طاهرين، فلا نستطيع أن نمسح على شيء نجس، مثلا خفان مصنوعان من جلد، من جلد ميتة لم يدبغ، جلد الميتة إذا لم يدبغ نجس، فلا نستطيع أن نمسح على شيء نجس. تمام. قال فلو أجنب أو دميت رجله فأراد المسح بدلا عن غسل الرجل لم يجزي. هنا يذكر الشارح قال فلو أجنب، أي فلو أصابت الإنسان الجنابة، فلو أصابته جنابة أو دميت رجله، هل الدم من النجاسات؟ نستطيع أن نفرق بين شيئين. أولا عموما الدماء نجسة، عموما الدماء نجسة، لكن دم الإنسان غير الخارج عن السبيلين، دم الإنسان الذي لم يخرج عن السبيلين من الدماء التي يعفى عنها، من المعفو عنها، هل هذا واضح؟ ودليل ذلك أن كثيرا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتوا وهم في الصلاة ولم يقطعوا، ولم يقطعوا. سعد الذي اهتزت له عرش، الذي اهتز له عرش الرحمن كان في المسجد، وعندما انفجر جرحه وسال منه الدماء كان في المسجد. عمر بن الخطاب قتل وهو في المحراب يصلي بالناس ولم يقطع صلاته حتى أكمل. فلو كان يعتقد أن خروج الدم بمجرد خروج الدم أن هذا الدم نجس لقطع صلاته. وهناك الكثير من الأدلة التي نجدها في السنة النبوية وفي كتب السير. فقال أو دميت رجله فأراد المسح، أي يعني هذه الدماء يجب أن تزال، يجب إزالة هذا الدم، لا نقطع صلاتنا لأن هذا الدم يعني نجس، بل يعني نواصل صلاتنا إذا كان هذا الدم غير الخارج من السبيلين، لأن الخارج من السبيلين نجس كما تقدم عندنا. فقال فلو أجنب، فلو أصابته جنابة أو دميت رجله فأراد المسح، أراد أن يمسح هذا الدم أو أراد أن يمسح خفيه لأنه يمسح
الخفين في الوضوء لم يجزي، بدلا عن غسل الرجل لم يجزي، لم يجزي يعني لا يصح، لا يصح، لا لم يجزي، هذه ليست معناها لا يجوز، إنما إجزاء وغير إجزاء. والإجزاء هو أن يكون صحيحا أو لا يكون، فهذا الفعل لن يكون صحيحا، بل لا بد من الغسل، لا بد من غسل الرجلين في حال الغسل من الجنابة أو في حال إزالة النجاسة. وأشعر قوله جائز أن غسل الرجلين أفضل من المسح، أي تحس من قوله جائز أن المسح على الخفين، أن غسل الرجلين أفضل من المسح، لأن المياه هي يعني تصل إلى كامل الطهارة، أصلا أقوى أنواع وسائل الطهارة المياه، فإذا قورن بين مياه ومسح أو مياه وتيمم أو مياه وشيء آخر، فالمياه دائما هي أفضل وسيلة للطهارة. فتحس أنه يقول إن غسل الرجلين أفضل من المسح، والمسح رخصة. وإنما يجوز مسح الخفين لا أحدهما فقط، دائما عندما ترى المسح على الخفين لا 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 ترى أحدا من الفقهاء يقول المسح على الخف، لأننا لا نستطيع أن نمسح هذا الخف ونغسل الثاني، يجب أن يكون المسح كلاهما أو يجب خلعهما وغسل الرجلين، فلا نستطيع أن نفرق بين ما نفعله للقدمين. فيقول لا يجوز مسح الخفين، فيقول وإنما يجوز مسح الخفين لا أحدهما فقط إلا أن يكون فاقد الأخرى، هذه حالة ثالثة، وهي إذا كانت مثلا رجله مقطوعة ليس له رجل، فيمسح الرجل الباقية التي بها خف، يعني في هذه الحالة يجوز أن يقال يجوز لك أن تمسح على الخف وليس على الخفين، لأن الخف الثاني غير موجود عندك. فقال يجوز أي جائز بثلاثة شرائط، هذه بثلاثة شرائط متعلقة ب، والمسح على الخفين جائز بثلاثة شرائط. الأول أن يبتدئ أي الشخص لبسهما بعد كمال الطهارة، أن يكون على طهارة كاملة في حين لبس الخفين، فلو غسل رجلا ولبس خفها ثم فعل بالرجل الأخرى كذلك لم يكفي. هنا يقول الشيخ إذا أراد الإنسان أن يتوضأ وصل إلى الرجلين فغسل هذا الرجل فبدأ بلبس خفها ثم غسل الرجل الثاني فلبس أيضا خفها، فهذا يعني لم يكفي، لم يكفي، يجب أن يكمل الوضوء أولا ثم بعد كمال الوضوء يجب أن يلبس الخفين، يجب أن يلبس الخفين. ولو ابتدأ لبسهما بعد كمال الطهارة ثم أحدث قبل وصول الرجل قدم الخف لم يجزي المسح. وهنا افتراضية ثانية، يقول هذا الإنسان توضأ بنية أنه سيلبس الخفين وأنه سيمسح عليهما، فبعد كمال الوضوء بعد أن غسل الرجل الأخيرة من وضوئه مثلا خرجت منه ريح، يعني انتقض
وضوءه ثم لبس الخفين، فهذا نقول لا ينبغي عليه أو لا يريد يعني لا يمكن له أن يمسح على الخفين، يجب أن يتوضأ مرة ثانية، لأن من شروط المسح على الخفين أن تكون في كامل الطهارة، وهذا يعني منتف منك، يعني ليست طهارتك كاملة، عندك حدث أصغر، فلا بد أن تكون على كامل الطهارة. الشرط الثاني وأن يكون أي الخفان ساترين لمحل غسل الفرض من القدمين، أي بكعبيهما، بكعبيهما يجب أن يصل الخفان إلى الكعبين، إلى الكعبين يجب أن يصل الخفين إلى الكعبين، فلو كان دون الكعبين كالمداس لم يكفي المسح عليهما. هنا الشيخ يقول فلو لبس الإنسان نعالا مثلا لا تصل إلى الكعبين نقول هذا لا يستطيع أن يمسح على الخفين، ولا يستطيع أن يمسح على النعلين، ولا يستطيع أيضا أن يمسح على الجوربين. فأخذ لنا مثالا كالمداس، المداس هو نعال تقليدية يلبس في شبه الجزيرة العربية، وهي يعني نعال مفتوحة من جهات ولا تصل إلى الكعبين، فقال لم يكفي المسح عليهما. والمراد بالساتر هنا الحائل، والمراد بالساتر هنا الحائل أي الذي يحول بين الرجل وبين المياه، مثلا إذا وضعت مياها على الخفين، الخفين غالبا مصنوعان من الجلد، ويعني المياه لا تنفذ إلى القدم، لذلك يقول يجب أن يكون الخفان حائلا يعني يحول بين المياه وبين القدم، لا مانع الرؤية، لا مانع الرؤية. مثلا إذا كان الخفان من الزجاج، هذا افتراض لم نرى خفين من الزجاج، لكن مثلا لو بلغت التقنيات الحديثة أن يصنع خفان شفافان تستطيع أن ترى الرجل من ورائهما، نقول هذا يعني يجوز، يجوز، لأن الإزاز أو يعني هذه المرآة أو هذا الشيء يعني لا يستطيع أن ينفذ الوضوء المياه إلى القدم، هو مانع، وهذا لا يعني مانع الرؤية، يمكن أن يرى ما تحت الجوربين أو ما تحت الخفان. وأن يكون الستر من جوانب الخفين لا من أعلاهما، هذا الساتر يجب أن يكون من الجانبين وليس من الأعلى، من الأعلى نعني المكان الذي يدخل به القدم، هذا المكان غالبا مفتوح، فلو كان الخفان فضفاضان مثلا، خفان ليس على مقاسك، أكبر من مقاسك، فلو أدخلت رجلك وبقي بعض المسافة بينك وبين الخفين ويمكن أن يرى منها قدمك، فهذا يجوز، لا يجب أن يكون يعني الخفان ملتصقان لرجلك ويعني يمنعان رؤية الرجل من الأعلى، أما من الجانبين يجب أن يكون ساترين. تفضل شيخ. الحائل معناه أن يمنع من وصول الماء إلى القدم، هذا هو الحائل، وليس من منع الرؤية، لذلك يحترز الشيخ لا مانع الرؤية، لا مانع الرؤية، فيجوز أن يرى من الأعلى وليس
من الجانبين. الشرط الثالث وهو وأن يكون مما يمكن تتابع المشي عليهما، أي مما تستطيع أن تمشي عليهما ولا يعني تسقط الخفان من الرجل، ولا يسقط الخفان من الرجل. هنا ذكر الشيخ الطهور الكامل والستر، وذكر إمكانية تتابع المشي عليهما، ولم يذكر وأن يكون قويين وأن يكون طاهرين، صح؟ تمام. سيذكر وأن يكون قويين لكن لن يذكر أن يكون طاهرين، وهذا الشرط أيضا إضافة. وأن يكون مما يمكن تتابع المشي عليهما، أي مما تستطيع أن تمشي وأنت تلبسهما لتردد مسافر في حوائجه من حط وترحال. يقول غالبا من يلبس الخفين هو المسافر غالبا، لأن في السفر مشقة، والمسح على الخفين من الأمور التخفيفية التي شرعت في شريعتنا لتخفيف العبء على المسافرين، مع أنه يجوز للمقيم وللمسافر كما سنبين إن شاء الله بعد قليل. فيقول أن يكون مما يمكن تتابع المشي عليهما لتردد مسافر، أي لشخص مسافر يتردد ويرجع ويذهب ويرجع في حوائجه، أي في حاجاته، من حط وترحال. من حط أي من نزول، عندما يكون الإنسان مسافر ينزل في مكان ثم يجمع أغراضه ويسافر، يعني يستريح في مكان ويواصل سفره. فقال من حط أي من وضع، وترحال أي من سفر آخر، من سفر يعني مواصلة المسير. ويؤخذ من كلام المصنف كونهما قويين بحيث يمنعان نفوذ الماء. هذا هو ما كنت أود أن أشرحه. يقول يؤخذ من كلام المصنف أن يكون قويين، بحيث يمنعان نفوذ الماء، أي دخول الماء من الجانبين أو من أسفل الجوربين أو من أسفل الخفان. ويشترط أيضا طهارتهما، أيضا من الشروط أن يكونا طاهرين، فهذه هي الشروط الأربعة. أضاف إلى هذه الشروط شرطين، يعني ذكر صاحب المتن ابن أبي شجاع ذكر ثلاثة شرائط، وأضاف صاحب الشرح ابن القاسم شرطين، أن يكونا قويين وأن يكونا طاهرين. فبهذا يعني نجد أن شروط المسح على الخفين خمسة. تمام. ولو لبس خفا فوق خف لشدة البرد مثلا، فإن كان الأعلى، هنا يذكر الشيخ مسألة يسميها العلماء مسألة الجرموق، يقولون مسألة الجرموق، وهي يعني مثلا في المناطق والأماكن شديدة البرودة لا نستطيع أن نلبس خفا واحدا، نريد أن نلبس خفين على الأقل. فيقول إذا لبس الإنسان خفا فوق خفه فأيهما يمسح؟ هل نمسح على الخف الأعلى أم نخلع، أو يعني نزيل الخف الأعلى ونمسح الخف الثاني، أيهما نمسح؟ وفي هذه المسألة جملة من الأحكام
أحاول أن ألخصها في هذا. أولا يمكن أن نلخص هذه المسألة بثلاثة أشياء. الأول أن يلبس الإنسان خفان قويان لهما شروط المسح على الخفين، كلاهما يصح أن نمسح عليه، كلاهما يصح أن نمسح عليه. فإن يكونا صالحين فنستطيع أن نمسح على الأعلى ويكفي، ونستطيع أن نخلع الأعلى ونمسح على الثاني ويكفي. فهذه يعني ترجع إلى نيتك عندما كنت تلبس الخفان، فأيهما كنت تنوي أن تمسح؟ فإذا نويت أن تمسح عليهما معا عادي يعني يجوز، وإذا نويت أن تمسح على أحدهما فالذي نويت مسحه تمسح. الثاني أن يكون أحدهما صالحا والآخر غير صالح. فإن كان الأعلى هو الصالح، فإن كان الأعلى هو الصالح نمسح على الأعلى ونعتبر الثاني وكأنه لفافة، وكأنك يعني وضعت على رجلك لفافة أو قماشا عليها، فنمسح على الأعلى الذي يصلح للمسح. ثالثا أن يكون الأسفل هو الصالح والأعلى غير صالح. الأعلى ربما يعني خفيف جدا وربما ينفذ الماء، فيجوز لنا أن نخلع الأول ونمسح الصالح، ويجوز لنا أن نمسح على الأعلى غير الصالح بنية المسح على الأسفل بشرط أن ينفذ البلل إلى الأسفل، أن يصل البلل إلى الأسفل. هل هذا واضح ولا أعيد مرة ثانية؟ تمام. يعني ذكرنا جملة من الشروط للمسح على الخفين، ذكرنا بعض الشروط للشخص اللابس أن يلبسهما على طهارة، وهناك شروط تختص بالجوربين أو الخفين مثلا، منها أن يكونا طاهرين، كلاهما أن يكونا طاهرين، وأن يكون مما يمكن تتابع المشي عليهما، وأن يكون يعني لا ينفذ المياه إلى الداخل. فمثلا أحد الخفان يستطيع المياه أن يعبره يعني خفيف جدا، أو عنده ثقوب يعني يوصل الماء إلى الداخل، وأحد الخفين ربما هو جديد وسميك ويمنع وصول المياه إلى القدم. فإذا كان الأعلى، إذا كان الأعلى هو الذي يمنع وصول المياه إلى القدم، فيمكن أن نمسح ونعتبر الثاني وكأنه لفافة أو شيء يعني وضعناه على القدم. أما إذا كان الأسفل هو الصالح هو القوي والثاني ضعيف جدا مثلا، فنستطيع أن نمسح على القوي ونخلع الأعلى غير الصالح، ويمكن أيضا أن نمسح على الأعلى بنية أننا نمسح على الأسفل، لكن بشرط أن يصل البلل يعني يدك المبلولة، يدك التي عليها الماء، أن يصل بللها إلى الداخل، أن يصل بللها إلى الداخل. تمام. فضل حبيب. أصلا عندما نقول خف لا نسمي خفا ما لو خطوت خطوة يسقط منك،
فهل هذا يعني لا يوجد علة أو لا يوجد حكمة من وراء المسح على الخفين إذا كان مما يعني يسقط منك إذا مشيت؟ لأن الخفين للمشي عليهما كالنعلين، يعني يجب أن يحفظ الخف رجلك من أن يمسها يعني شيء من مثلا الأحجار ومما يمكن أن يؤذي قدمك. لذلك إذا يعني حذفنا شرط تتابع المشي عليهما، يعني يمكن أن نقول يعني نستطيع أن نمسح إذا مثلا صنعنا طينا على الرجل، هذا الطين يعني إذا شكلناه بشكل الحذاء يمكن أن نمسح عليها، وإذا مشينا يعني نترك هذا يعني يخرج دائرة من دائرة ما يمكن المسح عليهما. فالمسح على الخفين لابد أن يكون شيئا تستطيع أن تمشي به. سأذكر مسألة الجوربين بإذن الله تعالى بعد إن شاء الله أن نكمل، سأذكر إن شاء الله هذه المسألة. تمام حبيبي فضل. الخف الثاني معلش المحاولة أحسن يعني صح. يعني الأعلى صالح ولا الأسفل صالح؟ صح تمام أيوة. يعني إذا فهمت قصدك قلنا إذا كان الإنسان لبس جوربين مثلا أو خفين مثلا، سأذكر مسألة الجوارب إن شاء الله في الدرس بإذن الله تعالى. إذا لبس الخفين مثلا، دعونا يعني إن شاء الله نشرح الخفين بالأول. إذا لبس الخفان أحدهما مثلا ضعيف جدا يوصل المياه إلى القدم، والآخر قوي عنده شروط الصحة، فنستطيع أن نمسح على الأعلى بنية الأسفل، ونستطيع أن نخلع الأعلى ونمسح على القوي، ثم هذا يعني يكون المسح على الخفين يجوز لنا. هذه المسألة مسألة الجرموق، مسألة الجرموق هي مسألة غالبا تتردد يعني في كتب الفقه، تتردد في كتب الفقه، وحاجتها يعني أن يعني بعض الناس في المناطق يعني الباردة يحتاجون إلى هذه المسألة يعني أكثر. قال: ولو لبس خفا فوق خف لشدة البرد مثلا، فإن كان الأعلى صالحا، إن كان الخف الأعلى صالحا للمسح دون الأسفل، دون الأسفل صح المسح على الأعلى. وإن يعني هذا الأول يجوز لنا أن نمسحه مع أن هناك خفا آخر تحته نستطيع أن نمسح على الأعلى. وإن كان الأسفل صالحا، الخف الذي يلي الرجل إن كان صالحا للمسح دون الأعلى، الأعلى يعني ضعيف جدا، فمسح الأسفل صح، فمسح الأسفل صح، أو الأعلى فوصل البلل للأسفل صح إن قصد الأسفل. يعني يفرق الشيخ هنا بين شيئين، يقول يستطيع أن يمسح على الضعيف الأعلى
بنية المزح على القوي الذي تحته بشرط أن يصل البلل إلى الأسفل، وإن قصد الأسفل أو قصدهما، يعني يستطيع أن يشرك بين خف صحيح يعني قوي ويستكمل واستكمل شروطه، وخف لا يستكمل شروطه، يعني نستطيع أن نجمعهما في نية واحدة وهي المسح على الخفين، أو قصدهما معا. لا إن قصد الأعلى فقط، إن كانت نيته أن يمسح على الضعيف الأعلى دون القوي الذي تحته فهذا لا يجوز لنا مسحه. وإن لم يقصد واحدا منهما، هو مسح على الخفين لكن لم تكن في نيته لا مسح على الخفين ولا يعني في أي واحد منهما، بل قصد في الجملة يعني لم يعين أنا أمسح هذا الأعلى القوي أو هذا يعني الأعلى الضعيف أو الأسفل القوي، يعني لم يعين في نيته أيهما يريد أن يمسح عليه، بل قصد المسح في الجملة أجزأه في الأصح. إن قصد أن يمسح على الخفين ولم يعين ماذا يمسح فهذا أيضا يجوز له المسح ويصح له المسح. ويمسح المقيم يوما وليلة، المقيم هو الذي لا يسافر، هو الذي يمكث في المنطقة التي يعيش عليها، فهذا نقول مقيم في دياره، هذا نقول يقيم في دياره وفي منطقته، فهذا المقيم يجوز له أن يمسح على الخفين، يوم وليلة. ويمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن المتصلة بها، أي يوم وليلة المتصلة بها، سواء تقدمت أو تأخرت. ما معنى سواء تقدمت أو تأخرت؟ هناك مسألة في الشريعة، أيهما يتقدم الليل أم النهار؟ إذا نريد أن يعني نعد يوم وليلة، فهل الليل يكون أولا أم النهار يكون أولا؟ أيهما أول؟ الليل. ما الدليل على ذلك؟ تمام، هذه يعني دليلها في القرآن، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، الليل يسبق النهار. فالعلماء يقولون إذا قلنا يعني يمسح في يوم وليلة، هل نعد أو نبدأ العد من الليل أو من أو النهار؟ الصحيح والأسهل لنا أن نبدأ وقت بداية المسح، ويعني نعتبر يوم وليلة 24 ساعة، وثلاثة أيام ولياليهن 72 ساعة. هذا هو أسهل الطرق، وإلا سيكون هناك إجزاءات، يعني بدأت في يوم ذهب مثلا ظهر اليوم يجب أن أصل إلى مثلا ظهر اليوم بساعة، يعني هذه ربما يعني يصعب على بعض الناس. فالأحسن والأسهل أن يبدأ الإنسان بعد الساعات المعروفة عندنا، تمام. يقول
ويمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن المتصلة بها سواء تقدمت أو تأخرت، وابتداء المدة تحسب من حين يحدث، يعني يبدأ الإنسان في العد من يوم وليلة إذا كان مقيماً، وثلاثة أيام ولياليهن إن كان مسافراً يبدأ من حين يحدث، يعني توضأ ولبس الخفين وربما انتقض وضوءه بعد ساعات، مثلاً إذا توضأ ولبس على الخفين صلاة الظهر، في صلاة الظهر مثلاً، وانتقض وضوءه في العشاء. يقول الشافعية يبدأ المسح على الخفين، يعني يبدأ وقت المسح على الخفين من وقت انتقاض الوضوء، أي من انقضاء الحدث الكائن بعد تمام لبس الخفين. هناك مسألة يعني دقيقة، بعض العلماء يقولون إذا كان الحدث مما يمكن أن يتواصل، مثلا أحدث يعني انتقض وضوءه لأنه دخل في الحمام، فهل نبدأ وقت المسح على الخفين في اللحظة التي يعني جلس على الحمام، أم بعدما انتهى من حدثه وقام من الحمام؟ فيقول يعني الشيخ الشارح يقول بعد انقضاء الحدث، أي بعد أن يتم حدثه، يعني يخرج منه ما كان يخرج من الفضلات ويكمل يعني حاجته، ويكمل حاجته، لا من ابتداء الحدث، يعني لا نحضر، لا يعني نبدأ العد من أول ما يبدأ الحدث إذا كان هذا الحدث مما يمكن أن يتواصل. ربما يعني مثال آخر، النوم من الأشياء التي تنقض الوضوء، صح؟ فهل نبدأ في اللحظة التي غفى، اللحظة التي نام، أم نبدأ في اللحظة التي استيقظ؟ ربما يعني يستغرق النوم أكثر من 10 ساعات، فيقول نبدأ العد من الوقت التي استيقظ، وهو انقضاء الحدث، الشيء الذي نقض وضوءه يجب أن ينتهي، يجب أن ينتهي. تمام. قوله من انقضاء الحدث، جمهور المصنفين المتقدمين والمتأخرين، الشافعي يقولون ومنهم الشيخ الرملي، حسبان المدة من أول الحدث الذي شأنه أن يقع باختياره، يعني يفرقون بين الحدث الذي نقض وضوءه بسببه، يقولون إذا كان هذا الحدث من الأشياء التي تأتي باختيارك، يعني تستطيع أن تختارها، مثلا النوم تستطيع أن تختار متى تنام، وهذا يعني ينقض وضوءك، وربما لا تستطيع أن تختار متى تدخل الحمام، متى تبول، متى يعني يأتي منك رائحة، يعني الريح مثلا، هذه يعني الأمور يفرقها الشيخ الرملي، يقول إذا كان باختياره نبدأ من بداية الحدث، أما إذا كان هذا الحدث من الأمور المعتادة التي لا تكون باختيار الشخص، أمور يعني يجب عليه أن يفعلها في وقتها، فنقول بعد انقضاء الحدث. هل هذه التفرقة واضحة؟ تمام تمام. لكن يجب أن أنبه هنا، بعض العلماء ذهبوا أنه لا تبدأ مدة المسح على الخفين من الحدث، وإنما تبدأ من المسح،
يقول الإمام الأوزاعي وأبي الثور ورواية من روايات إمام أحمد بن حنبل وداود الظاهري، واختاره ذلك ابن المنذر، واختاره الإمام النووي، واختاره ابن باز عليه رحمة الله وابن عثيمين، قالوا هذا المسح اسمه المسح على الخفين، فلا بد أن يبدأ المسح في أول مسح. مثلا توضأ في صلاة الظهر، في وقت صلاة الظهر، ولبس خفه، ثم انتقض وضوءه مثلا ثلاث ساعات بعد قبل العصر، ثلاث ساعات قبل العصر، فأراد يعني هذه الساعات الثلاثة لم يتوضأ ولم يمسح، فبعد صلاة يعني دخول وقت صلاة المغرب توضأ ومسح على الخفين، نقول له يبدأ من صلاة المغرب لأنه هو أول مسح له. فهذا القول أيضا عند بعض العلماء، عند بعض العلماء، لكن يرفضها صاحب الشرح. يقول بعد تمام لبس الخفين لا من ابتداء الحدث ولا من وقت المسح، ولا من وقت المسح، معناه ذكرنا أن هناك بعض العلماء يقولون يبدأ أو تبدأ مدة المسح من وقت المسح. تمام. ولا من وقت المسح ولا من ابتداء اللبس، ولا من ابتداء اللبس، يعني أول ما لبست الخفين لا تبدأ هذه المدة. فهل يجوز المسح على الخفين للشخص الذي يسافر سفرا حراما؟ يقول والعاصي بالسفر والهائم يمسحان مسح مقيم. العاصي بالسفر أي هو الذي يسافر ليعصي الله سبحانه وتعالى. هناك بعض الناس يسافرون إلى بعض الدول لأجل أن يفعلوا الفاحشة، لأجل أن يفعلوا أمور حرمها الله سبحانه وتعالى، هذا سفره حرام، هذا سفره حرام. ومثال آخر، إذا كانت المرأة تسافر وليس معها محرم فسفرها حرام، فسفرها حرام، لذلك لا تأخذ رخصة ثلاثة أيام ولياليهن، تستطيع أن تمسح يوم وليلة فقط، تستطيع أن تمسح يوم وليلة فقط. والهائم، الهائم هو الذي يسافر ولا يعرف إلى أين ينتهي به سفره، هو شخص ركب في وسيلة نقل ولا يعرف إلى أين تتجه هذه الوسيلة، لا يعرف متى ينتهي سفره، يعني يجول في العالم، هذا نقول له هائم، فيستطيع أن يمسح يوم وليلة، لأن السفر الذي يبيح لنا أن نمسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن هو السفر الذي نعرف متى ينتهي، السفر الذي يعرف نعرف متى ينتهي السفر. تمام. يقول الشيخ ودائم الحدث إذا أحدث بعد لبس الخف حدثا آخر مع حدثه الدائم قبل أن يصلي به فرضا يمسح ويستبيح ما كان يستبيحه لو بقي على طهره الذي لبس عليه خفه وهو فرض ونوافل. هنا الشيخ يذكر بعض أصحاب الأعذار، يعني يقال يعني أصحاب الضرورات، هو الذي الإنسان الذي لا تتوقف عنده، مثلا لا يتوقف عنده البول، عنده سلس البول، وربما يعني يأتي البراز من مكان يعني آخر بسبب عملية جراحية، وربما الريح لا تتوقف عنده،
يعني لا يستطيع أن يتحكم بالريح، والفتاة التي عندها عرق الاستحاضة عندها دم يعني يسيل كل الوقت. فهذه الحالة لأصحاب الضرورات يعني إذا أحدث مثلا لبس يعني توضأ وضوءا كامل، مع أننا نعرف أن حدثه حدث دائم، ربما ينزل هذا الحدث وهو في عملية الوضوء وهو يتوضأ، فنقول إذا أحدث حدثا آخر، أعطيكم مثال، عنده سلس البول، كان بوله مستمر، فمثلا توضأ ولبس الخف فخرج منه ريح، هذا الريح هو حدث آخر غير حدثه الدائم وهو سلس البول. نقول يعني هذا الحدث حدث قبل أن يصلي بالمسح، يعني بعد لبس الخفين قبل أن يصلي به فرضا، نقول يمسح على الخفين، يعني يتوضأ وإذا وصل إلى الرجلين يمسح عليهما ويستبيح ما كان يستبيحه لو بقي على طهره، وهو فرض ونوافل، يعني يستطيع أن يصلي بالمسح على الخفين صلاة فرض وجملة من صلاة السنن النوافل. تمام، هذه إذا لم يصلي بعد أي فرض بعد لبس الخفين. فلو صلى بطهره فرضا، فلو كان توضأ ولبس الخفين ثم صلى صلاة من صلوات المفروضة صلوات الخمس، فلو صلى فرضا بطهره وهو طاهر يعني قبل أن يحدث مسح واستباح النوافل، يعني يتوضأ وعندما يصل إلى الرجلين يمسح عليهما ويستطيع أن يصلي الصلوات السنة فقط، يعني لا يستطيع أن يصلي بهذا صلاة فريضة. فإن مسح الشخص في الحضر، هنا يذكر الشيخ حالات ربما تحدث، ربما نويت أن تمسح على الخفين وأنت في مدينتك مسحت عليهما فحدث شيء آخر وهو أنه يجب عليك أن تسافر بسبب أمر طارئ، فنيتك في لبس الخفين كانت نية مقيم وطرأ عليك سفر سافرت، فهذا نقول يكمل يوم وليلة وهي مدة المقيم. والعكس إذا كنت مسافر يعني بدأت في سفرك ثم مسحت على يعني لبست الخفين بنية السفر وهي أن تمسح ثلاثة أيام ولياليهن، ربما بعد قطع مسافة أقل من يوم وليلة قررت أن ترجع إلى مدينتك وألا تسافر، فهذا أيضا لا يكمل ثلاثة أيام ولياليهن بل يكمل يوم وليلة وهي مسح مقيم. هذا ما سيشرحه الشيخ. يقول فإن مسح الشخص في الحضر أي في مكان وجوده ثم سافر، أو مسح في السفر ثم أقام أي بطل أن يسافر قبل مضي يوم وليلة، قبل أن تنتهي يوم وليلة أتم مسح مقيم وهي يوم وليلة، أتم مسح مقيم. والواجب في مسح الخف ما يطلق عليه اسم المسح إذا كان على ظاهر الخف، ولا يجزئ المسح على باطنه ولا على عقب الخف ولا على حرفه ولا أسفله. هنا يوضح لنا الشارح أن المكان الذي يمسح من الخفين هو على الخف،
وليس على الجانبين ولا على الأسفل ولا على العقب، هذه الأطراف لا يمسح عليها، وإنما يمسح على أعلى الخف. هناك مقولة لعلي ابن أبي طالب رضي الله عنه يقول: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخفين أولى من أعلاهما، أولى من أعلاهما، لأن أسفل الخفين هو المكان الذي يعني يمس الأرض، هو الذي يتوسخ وليس على الأعلى. فلذلك الدين ليس بالرأي، وإنما أمور يعني تعبدية، الله سبحانه وتعالى تعب يعني طلب لنا أن نفعلها كما هي. تمام. والواجب في مسح الخف ما يطلق عليه اسم الخف إذا كان على ظاهره، هذا يعني يعنيه الشيخ ما نمسحه هو على ظاهر الخف، على ظاهر الخف. والسنة في مسحه، السنة في مسح في المسح على الخفين أن يكون خطوطا، بمعنى أن نفرق الأصابع في حال المسح ولا نضمهما، لا نضم الأصابع في حال المسح بل نفرق، يعني أن يكون خطا خطوطا بهذا الشكل، بأن يفرج الماسح بين أصابعه ولا يضمها. يعني الإنسان عندما يمسح يعني يضع اليدين على الأرض ويمسح بهذا الشكل، يبدأ من بداية الخف إلى الأعلى بهذا الشكل. يعني يقول: بأن يفرج الماسح بين أصابعه ولا يضمها، ويبطل المسح على الخفين بثلاثة أشياء: بخلعهما أو خلع أحدهما أو انخلاعه. هنا يذكر الشيخ ما الذي يبطل المسح على الخفين، فذكر لنا أشياء ثلاثة. الأول هو أن نخلع الخفين، ما كنا نمسح عليهما هما الخفان، فإذا خلعنا الخفين يجب علينا غسل الرجلين، غسل الرجلين أو خلع أحدهما، أو أن نخلع أحد الخفين أو انخلاعه أن يسقط هذا الخف، أو خروج الخف عن صلاحية المسح، مثلا إذا تشقق هذا الخف أو يعني أصابه شيء أخرجه عن دائرة الصلاحية، كتخرقه يعني إذا كان فيه خرق، إذا كان هناك يعني مساحة يستطيع الإنسان أن يوصل إلى القدم فيها، يعني هذه أولا الخلع أولا. الثانية انقضاء المدة، إذا انتهت مدة اليوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليها للمسافر، هذه المدة إذا انتهت نقول بطل المسح على الخفين. فهل بطل الوضوء؟ هل انتقض الوضوء؟ مثلا كنت أمسح على الخفين يوم وليلة انتهت وأنا لم يعني يحدث لي حدث، فهل نقول انتقض وضوءك؟ لا، وضوءك لا زال على مكانه، لكن لا تستطيع أن تمسح على الخفين إذا أردت أن تتوضأ مرة ثانية. تمام. وبعروض ما يوجب الغسل. الشيء الثالث الذي ينقض الوضوء هو إذا حدث لك شيء يوجب عليك الغسل، فهنا خرجت من دائرة الحدث الأصغر إلى الحدث الأكبر، كجنابة مثلا
أو حيض أو نفاس للابس الخف، لأن الغسل يجب أن يوصل الإنسان الماء إلى كامل الجسم ومنها القدمين، فلذلك يجب أن تخلع القدمين. هنا نذكر على الجوربين، مسألة الجوربين، هل يجوز لنا المسح على الجوربين وليس على الخفان؟ لأن هناك شروطا للخفين وهذه الشروط لا تنطبق على الجوربين، منها يعني أن يكون حائل فيعني يستطيع الماء أن يدخل في الجوربين. نقول يجوز المسح على الجوربين في الجملة، في الجملة إذا كان ساترين لمحل الفرض وليس على الجوربين القصيرين مثلا، لا نستطيع أن نمسحهما، يجب أن يوصل الجوربان إلى الكعبين، وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية، وبه قال أبو يوسف، أبو يوسف القاضي هو أحد تلامذة أبي حنيفة، ومحمد بن الحسن أيضا هو تلميذه الثاني، وروي رجوع أبي حنيفة إليه في مرضه. أبي حنيفة كان ذهب إلى أن المسح على الجوربين لا يجوز، لكن في حال مرضه قال يجوز، يجوز. وبه قال بعض السلف، وهذا اختيار الشيخين ابن باز وابن عثيمين عليهما رحمة الله. والدليل على المسح على الجوربين عمل الصحابة رضوان الله عليهم، هذا يعني من الأدلة، وحكى فيها إجماعهم، يعني أن الصحابة أجمعوا على جواز المسح على الجوربين، حكى ذلك ابن المنذر وابن قدامة في هذا المسح. والمسح على الجوارب إذا لم تكن خفيفة جدا أو لا يعني لا تغطي منطقة غسل الرجلين، يعني لا يجوز إذا كانت خفيفة جدا أو لا تغطي منطقة المسح على الخفين. اختلف أهل العلم في جواز المسح على الجوارب إذا لم تكن صفيقة على قولين، إذا لم تكن يعني ضعيفة جدا على قولين. الأول قالوا يجوز المسح على الجوربين مطلقا، قالوا يجوز لنا أن نمسح على الجوربين مطلقا إذا كان ضعيفة أو لا تكون ضعيفة، وهو مذهب الظاهرية، وبه قال بعض السلف واختاره ابن عثيمين، وقال لأن المقصود من جواز المسح على الخف والجورب ونحوهما الرخصة للمكلف، يعني هناك تخفيف لهذا الشخص الذي يعني يصعب عليه نزع ما كان على قدمه من جورب أو من يعني خف وغيره. والقول الثاني يقولون لا يجوز المسح إذا كانت ضعيفة جدا، وبه قال مذهب الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة، واختارها ابن باز، وقالوا إذا إنه إن لم يكن صفيقا يعني إن لم يكن غليظا فإنه لا يمكن تتابع المشي عليهما، ولذلك لم يجوز، يعني الرقيق ليس بساتر، الجوربين الرقيقان ليس بساترين، فإن كان شفافين فالقدم في حكم المكشوفة، يعني القدم إذا تستطيع أن ترى القدم من خلال الجوربين يقولون هذه ضعيفة جدا. والمسح على الجوربين مسحهما علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومسحهما عبد الله بن مسعود، ومسحهما البراء بن عازب، وأنس بن مالك، وأبو أمامة، وسهل بن سعد، وعمر بن حريث، وروي ذلك أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. هذه مسألة المسح على الجوربين. تمام. فصل في التيمم،
فصل في التيمم. فضل حبيبي. دعونا نفرق بين شيئين. أصلا إذا مسحت على شيء وأخرجت يعني خلعت ما مسحت عليه فلا يكون مسح، لأننا قلنا يبطل المسح على الخفين بخلعهما، ونفس الشيء ينطبق على الجوربين. والمسح ربما يكون على الحذاء وربما يكون على الجوربين، يعني إذا كان مثلا بعض الناس يشتغلون في مناطق يجب أن تلبس على حذاء مخصص ربما يصعب عليك خلعه، فإذا نويت فإذا وضعت رجلك على هذه الحذاء بنية أن تمسح عليهما فلا ينبغي لك أن تخلعهما. إذا خلعت يعني تخرج من دائرة المسح على الخفين، يجب أن تغسلهما، لأن يعني السبب الذي أبيح لك المسح على الخفين أو المسح على الجوربين أو النعلين هو بسبب التخفيف من هذا الشخص، فإذا خلعت يعني لا تريد هذا التخفيف، أنت تستطيع أن تغسلهما، أنت تستطيع أن تغسلهما. تمام. في التيمم، فصل في التيمم. غالبا العلماء عندما يتحدثون عن المسح يعني يأخذون التيمم بعد الوضوء تماما، يعني موضوع الوضوء ثم التيمم، لأن التيمم هو رخصة للوضوء. وبعض العلماء انتهجوا نهج أن يضعوا التيمم بعد المسح على الخفين، لأن المسح على الخفين مسح بالماء والتيمم مسح بالتراب، فقالوا يجب أن نذكر التيمم بعد المسح على الخفين مباشرة. ودليل التيمم جاء في القرآن وفي السنة وفي إجماع الأمة. في القرآن الله سبحانه وتعالى قال: إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائض أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. هذه الآية هي أصل موضوع التيمم. وجاء في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، وأعطيت الشفاعة. هذه الأمور الخمسة من الأمور التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم من سائر الأنبياء. شرع التيمم في السنة الرابعة، وبعض العلماء يقولون السنة السادسة من الهجرة. تمام. وفي بعض نسخ المتن تقديم هذا الفصل على الذي قبله، يعني بعض العلماء بعض نسخ المتن، متن أبي شجاع له نسخ متعددة لأنه لم يكن هناك طابعة في وقتهم، فكانوا يكتبون الكتاب بخط اليد، فكان الشيخ يكتب الكتاب أكثر من مرة، فبعض العلماء عندما كانوا يدونون هذا وضعوا التيمم قبل المسح على الخفين. والتيمم لغة القصد، التيمم لغة القصد يعني إرادة الشيء، إرادة الشيء هو التيمم. وشرعا إيصال تراب طهور للوجه واليدين، إيصال تراب طهور للوجه واليدين.
هذا هو تعريف التيمم، بدلا عن وضوء أو غسل عضو بشرائط مخصوصة. هنا التعريف نأخذ من التعريف أولا إيصال تراب طهور، فالتراب النجس لا نستطيع أن نتيمم به، فهل يكون التراب نجسا؟ نعم. مثلا القبر، إذا نبش هذا القبر، إذا أخرج من بقايا الإنسان الميت من القبر، فنقول هذا التراب نجس، هذا التراب نجس، لأنه كان هناك إنسان وتحلل جسمه في هذا التراب، فهذا التراب ليس صالحا. فيجب أن يكون التراب أولا طهور للوجه واليدين بدلا عن وضوء، فنستطيع أن نستعمل التيمم إذا افتقدنا الوضوء أو غسل، يعني الحدث الأصغر والحدث الأكبر، نستطيع أن نفعل التيمم في حال الحدث الأكبر، أو غسل عضو، مثلا عندنا جبيرة، سنتحدث مسألة الجبائر، عندنا كسر في اليد أو يعني إصابة في الوجه، نستطيع أن نتوضأ ونرجع إلى محل الإصابة ونتيمم له، نتيمم له، أو غسل عضو بشرائط مخصوصة سيذكرها بالتفصيل إن شاء الله. وشرائط التيمم خمسة أشياء، يعني شروط التيمم خمسة، وفي بعض نسخ المتن خمس خصال، خمس أمور يعني. أحدها وجود العذر بسفر أو مرض، العذر المبيح للمسح التيمم هو الذي إذا استعمل الإنسان الماء، العذر يعني عذر المرض الذي يبيح له أن يتيمم، هو الذي لو استعمل به الماء إما لزاد مرضه أو تأخر شفاؤه أو أصاب ضررا على عضو من أعضائه، على عضو يعني ما يسميه العلماء تشوها في عضو، تشوها في عضو ذا منفعة ظاهرة، هناك أعضاء منفعتها ظاهرة، فإذا كان هذا العضو يتشوه بسبب المياه نستطيع أن نقول هذا يجوز له أن يتيمم، يجوز له أن يتيمم. والعلماء يقولون هذا في الرجل، أما المرأة فجسمها كلها عضو ظاهر ومنفعة بارزة، يعني يجب أن إذا أحست أن المياه يعني ربما تصيب ضررا في جزء من جسدها نقول يجوز لها أن تتيمم. فقال أحدها وجود العذر بسفر أو مرض، والعلة الجامعة لكلاهما هو فقد الماء، لأن السفر إذا توفر فيه الماء فلا يجوز لنا أن نتيمم، أما يعني أغلب السفر غالبا في السفر ربما يكون معك مياه ليست كافية للشرب وللطهارة، فنرجح الشرب على الطهارة ويجوز لنا أن نتيمم. قال والثاني، هذا هو الأول، والثاني دخول وقت الصلاة، فلا يصح التيمم لها قبل دخول وقتها، هذا هو العذر الثاني الذي يبيح لنا التيمم. فالتيمم هو استباحة الشيء، فاستباحة مفتقد إلى طهارة يجب أن يكون وقت
الصلاة قائما، وإلا ربما يعني يجد الماء قبل وصول وقت الصلاة، فلا يصح التيمم لها قبل دخول وقتها، فلا يصح التيمم لها قبل دخول وقتها. لماذا؟ لأن التيمم لا يرفع الحدث، لا يرفع الحدث، وإنما يبيح للإنسان ما يستبيح به بالطهارة، يعني يستبيح الطهارة. فإذا وجد الماء يجب أن يأتي بالمياه وأن يتوضأ ويغتسل وأن يفعل ما كان يرفع عنه الحدث. الثالث طلب الماء، الشرط الثالث هو طلب الماء بعد دخول الوقت بنفسه أو بمن أذن له في طلبه، يعني يجب أن يبحث عن المياه في المكان الذي يوجد فيه، إما أن يفعل هذا البحث بنفسه أو إما أن يسأل شخصا معه أن يبحث له ماء. فيجب طلب الماء بنفسه أو بمن أذن له في طلبه. فهنا يذكر الأماكن التي ينبغي عليه أن يبحث الماء منها، فقال: فيطلب الماء من رحله، أي من أمتعته، ما كان معه من شناط وغيرها من الأمور التي كان يحملها، فيبحث منها المياه. ورفقته، من كان معه في السفر، يبحث إذا كان مع أحدهم ماء. فإن كان منفردا، إن كان وحده ليس معه أحد، نظر حواليه من الجهات الأربع إن كان بمستوى من الأرض. طلب الماء، نقول إذا مثلا طلب الماء من رحله والمكان الذي يتواجد فيه، لكن وجد مياها تباع بالثمن وعنده ثمنها، يجب أن يشتري هذه المياه لطهارته. هذا يعني من طلب الماء، من طلب الماء. فقال: إن كان وحده، إن كان منفردا، نظر حواليه من الجهات الأربعة، من الجهات الشرق والغرب والشمال والجنوب، ينظر إلى هذه الجهات إن كان بمستوى من الأرض، إن كان مكانا يستوي النظر ويستطيع أن يرى الشيء البعيد من هذا المكان. فإن كان فيها ارتفاع وانخفاض، إن كانت هذه المنطقة التي يتواجد فيها فيها أشجار، فيها جبال، فيها مناطق يعني لا يستطيع أن يرى ما بعدها، تردد قدر نظره، يعني نظر إلى القدر الذي يصل إليه نظره، وهو ما يسمى عند العلماء قدر غلوة سهم، قدر غلوة سهم، أي إذا رميت سهما المكان الذي يصل إليه هذا السهم إلى هذه المنطقة يجب أن تتأكد أن فيها مياه أم لا. وبعض العلماء يقولون أيضا حد الغوث، إذا أصابك شيء ويعني صحت صيحة عالية، يعني أغيثوني، المكان الذي يستطيع الإنسان أن يسمع بها صيحتك ويأتي لنجدتك، هذا المكان، هذه المنطقة تعتبر المنطقة التي تبحث بها عنها المياه. فإذا كانت هذه المنطقة ليس فيها مياه تستطيع أن تبدأ التيمم، تستطيع أن تبدأ التيمم. هذا هو الشرط الثالث. قلنا الشرط الأول العذر، إما لسفر أو مرض. وقلنا الشرط الثاني ما هو؟ دخول الوقت، يعني وقت الصلاة، أن يكون وقت الصلاة. والشرط الثالث قلنا أن يطلب ويبحث عن المياه، أن يطلب المياه.
الشرط الرابع هو تعذر استعماله. وجد المياه مثلا لكن لا يستطيع أن يستعمل هذه المياه، إما لبرد شديد، لو استعمل هذه المياه في طهارته لمات، وإما لأن هذه المياه تضر به، أو وجد مياها مثلا على مكان يراه لكن هناك عدو يتربص به، فإذا ذهب إلى هذه المياه قتل، فهل نقول له يجب أن تأخذ هذه المياه؟ لا، لأن حفظ النفس أهم من البحث عن المياه. أو هناك مثلا أسد يعني يتربص به، حيوانات يعني تضره، فنقول يعني هذا من تعذر الاستعماله، أي تعذر استعماله أي الماء، بأن يخاف من استعمال الماء على ذهاب نفس، على يعني أن يموت، أو ذهاب منفعة عضو. إذا وضع هذه المياه في عضو من أعضائه ربما يتجمد هذا العضو بسبب البرد، أو ربما في هذا العضو يعني جرح لو مسست به، لو وضعت عليه مياها ربما يعني يصل إلى درجة القطع، ويدخل في العذر أيضا ما لو كان بقربه ماء وخاف لو قصده على نفسه من سبع أو عدو أو على ماله من سارق. فلو كان عندك أمتعة وإذا ذهبت وبحثت المياه ولا تستطيع أن تأخذها معك سيسرق أمتعتك سارق، فهذا نقول يعني تعذر استعمال المياه مع أنه يستطيع أن يصل إلى المياه. أو غاصب، ما الفرق بين السارق والغاصب؟ السارق هو الذي يسرق منك وأنت لا تراه، يعني يأخذ منك خفية ويعني يفر بما أخذه منك، والغاصب هو الذي يأخذ منك بالقوة، هذا غاصب، يعني يأخذ الشيء منك غصبا عنك. فلو خاف على نفسه وعلى ماله من سارق أو غاصب. ويوجد في بعض نسخ المتن في هذا الشرط زيادة بعد تعذر استعماله، وهي وإعوازه بعد الطلب، أي الحاجة إليه، يعني وجد المياه لكنه يحتاجها لشرب، فهذا وجد المياه لكن يعني حاجته الثانية أقوى من حاجته للطهارة. الخامس، الشرط الخامس، وهو التراب الطاهر، أن يجد التراب الذي يتيمم به، أي الطهور، الطاهر والطهور هنا سيان، غير المندى، يعني هنا يشرح ويصدق الطاهر بالمغصوب وتراب مقبرة لم تنبش. هنا يعني يريد أن يعني يوضح ما الذي يعنيه بالتراب الطاهر، فقال يخرج من هذا القيد التراب المغصوب، التراب الذي أخذت من إنسان آخر بالغصب، يعني بالقوة، هذا التراب إذا كان هناك أحد يملك هذه الأرض فالتراب له، فأخذت هذا التراب وهو غير راض أن تأخذ منه، فهذا التراب أيضا يعني لا يجوز لك استعماله وليس ترابا طاهرا لك. وتراب مقبرة لم تنبش، إذا كان في المقبرة ميت ولم يخرج هذا الميت تستطيع أن يعني تتيمم
التراب الذي لم يصل إليه هذا الميت. أما إن تحلل هذا الميت ووصل إلى التراب فهذا التراب يكون نجسا، هذا التراب يكون نجسا. ويوجد في بعض النسخ زيادة في هذا الشرط وهي تراب له غبار، تراب له غبار، يعني أن يكون عندما تضع يدك على هذا التراب أن يعلق على يدك غبار من هذا التراب. فإن خالطه جس أو رمل لم يجزي. هذه مسألة في غاية الأهمية وربما يحتاج إليها الكثير من البشر. مثلا لو تيممت في هذا الجدار، هذا الجدار عليه جص النورة أو الجير، هذا الجدار لو تيممت عليه هل يعني يعلق على يدك غبار؟ لا يصح. فقال إذا كان هذا الغبار، إذا كان هذا التراب خالطه أي دخل فيه جس أو رمل، الرمل ليس له غبار، الرمل هو التراب الذي على الشاطئ، شاطئ البحر ليس له غبار، لم يجزي. الجس هو قبل حرق النورة، النورة والجير هي بعد الحرق، بعد الحرق، تمام. وهذا موافق لما قاله النووي في شرح المهذب والتصحيح، لكنه في الروضة والفتاوى جوز ذلك. يعني الإمام النووي له قول في هذين الكتابين شرح المهذب والتصحيح أن إذا خالط التراب شيء آخر مثل الجص والرمل وغيره لم يجزي، أي لا نستطيع، لا يصح التيمم به. لكنه في الفتاوى قال يجوز يعني الرمل، التراب الذي خالطه رمل أن نتيمم به. قال ويصح التيمم أيضا برمل فيه غبار، برمل فيه غبار. وخرج بقول هذا بقول المصنف التراب غيره كنورة وسحاقة خزف، الخزف هي الأشياء التي يصنع منها الآنية. وخرج بالطاهر النجس، النجس التراب النجس، القبر الذي نبش مثلا. وأما التراب المستعمل فلا يصح التيمم به. ما هو التراب المستعمل؟ مثلا تيممت وعلق بعض الغراب على بعض الغبار على وجهي، هذا الغبار مستعمل للتيمم فلا نستطيع أن نتيمم به مرة ثانية، فيقول التراب المستعمل فلا يصح التيمم به. وفرائضه، هل نضيف فرائض ولا نتوقف؟ تمام. وفرائضه أربعة أشياء، فرائض التيمم أربعة أشياء. أحدها النية، أن تنوي عندما تفعل هذا الفعل أن تنوي أنك تتيمم وتستبيح ما كنت تستبيح به الوضوء أو الغسل. فالنية تكون إما في استباحة فرض، أنك تستبيح أن تصلي بهذا التيمم صلاة فريضة، فهذه النية يمكن أن تصلي بها صلاة سنة أيضا، يعني نويت بتيممك هذا أن تستبيح بها صلاة فريضة، صلاة الظهر مثلا، فتستطيع أن تصلي بهذه النية بهذا التيمم صلاة سنة أيضا. وإما أن تنوي في تيممك هذا بأن تستبيح صلاة نافلة سنة فلا تستطيع أن تصلي بها صلاة فريضة، لأنك نويت شيئا أقل من
الفرض، فتستطيع أن تصلي بها سنة أو سنة أخرى أو سنة أخرى. تمام. وربما تتيمم لاستباحة شيء آخر غير الصلاة، مثلا لم تستطع استعمال المياه وتريد أن تطوف بالكعبة، فتستطيع أن يعني تتيمم للطواف، وتستطيع أن تتيمم لدخول مكة، يعني الأشياء التي كانت تحتاج إما لغسل أو لوضوء. إذن الشيء الأول هو النية، وهي الأركان أو فرائض التيمم. وفي بعض نسخ المتن أربع خصال، فرائضه أربعة أشياء وأربعة خصال نفس المعنى. نية الفرض أولا، فإن نوى المتيمم الفرض والنفل استباحهما. إن نوى شيئين، أن يصلي صلاة الفريضة وصلاة السنة معا، يعني يجوز له ويعني يستطيع أن يفعل الصلاة الفرض والنفل، أو الفرض فقط، يعني نوى أن يصلي بهذا التيمم صلاة من الصلوات المفروضة فاستباح معه النفل، يعني يجوز له أن يصلي بالنافلة. وصلاة الجنازة أيضا، صلاة الجنازة من الصلوات السنة، السنة هي فرض كفاية للأمة عموما، إذا قام بها البعض سقطت عن البقية. أو النفل فقط، إذا نوى نفلا فقط لم يستبح الفرض، يعني لا يستطيع أن يصلي بها صلاة من الصلوات المفروضة. حبيبي أيوة، إذا 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 وجد المياه وخرج العذر في وقت الصلاة، نعم تستطيع أن تعيد الصلاة. لا تستطيع أصلا الأشياء التي يبيح لك الإسلام فعلها بسبب عذر أو وجود عذر تجزئ عنك، يعني استبحت فعل هذا الشيء وهذا يجزئ عنك. فإذا خرج مثلا، فإذا يعني أنت في وقت الصلاة الظهر لم تجد مياها، وسنذكر إن شاء الله في الدرس بإذن الله تعالى، وخلال يعني صليت صلاة الظهر، انتهيت من صلاة الظهر فوجدت المياه، وأنت في مدينة مثلا، في مدينة وجدت المياه، يجب أن تصلي الظهر مرة ثانية. أيوة، بعد الصلاة. يعني نفرق بين الأماكن التي يتواجد فيها المياه غالبا، والأماكن التي يعني يفتقد فيها المياه، إن شاء الله نفرق فيها. وكذا لو نوى الصلاة مثلا، تيمم لأجل الصلاة ولم يوضح هل هذه الصلاة صلاة فريضة أم صلاة سنة، يعني يستبيح السنة فقط. إذا يعني أطلق الصلاة فهذه تقع على السنة فقط. ويجب قرن نية التيمم بنقل التراب للوجه واليدين. يقول: ما هو مكان أو ما هي وقت النية؟ وقت النية يجب أن تكون في حال حملنا أو في حال وضعنا على اليدين على الأرض وأخذ الغبار إلى الوجه، في هذه الحالة يجب أن ننوي أننا نتيمم. واستدامة هذه النية إلى مسح شيء من الوجه، يعني يجب أن تبقى معك هذه النية حتى تلمس جزءا من الوجه، يعني تبدأ في عملية المسح على الوجه. وهذا الشرط بعض العلماء يعني يقولون هذا الشرط يعني لا ينبغي إدراجه في
شروط أو في أركان المسح على التيمم، في أركان التيمم. ولو أحدث بعد نقل التراب لم يمسح بذلك التراب، مثلا انتقض وضوءه يعني أصابه حدث بعد نقل التراب، بعد نقل التراب ولم يمسح بها وجهه بعد، فلا يمسح وجهه بهذا التراب، يجب أن يأخذ ترابا آخر، لأننا نعتبر عملية أخذ التراب، أخذ الغبار من التيمم. فمثلا لو كان الإنسان يتوضأ، بدأ وضوءه وغسل وجهه ويديه وأحدث، فهل يستطيع أن يواصل الوضوء؟ لا، يجب أن يبدأ. فنفس الشيء في التيمم، عندما أخذ الغبار ولم يصل بها إلى وجهه، يعني خرج منه ريح مثلا، فنقول يجب أن يأخذ غبارا آخر، يجب أن يأخذ غبارا آخر، بل ينقل غيره، أي غبارا آخر. والثاني والثالث، الشرط الثاني والثالث هو مسح الوجه ومسح اليدين مع المرفقين. وفي بعض النسخ، أي في بعض نسخ الكتاب، إلى المرفقين، مع المرفقين وإلى المرفقين، يعني يشمل المرفقين، يعني مكان المسح لا يتوقف قبل المرفقين، بل يجب أن نمسح على المرفقين مع اليدين. ويكون مسحهما بضربتين، بضربتين، يعني أن تضرب ضربة ثم تمسح بها وجهك، وتضرب ضربة ثانية وتمسح بها يديك. ولو وضع يده على تراب ناعم فعلق بها تراب من غير ضرب كفى. هنا يذكر يعني الضرب ليس شرطا، فمثلا لو وضعت يديك على التراب بدون ضربها، لكن إذا رفعت يديك يكون التراب قد علق على يدك، فنقول لا، يعني تحتاج أن تضرب بها، تستطيع أن يعني تمسح بها، يعني كفى. والرابع الترتيب، أن نمسح على الوجه أولا ثم نمسح على اليدين. فيجب تقديم مسح الوجه على مسح اليدين سواء تيمم عن حدث أصغر أو أكبر، يعني يجوز له، يعني يجب عليه أن يعني يرتب، أن يبدأ المسح على الوجه أولا ثم يمسح على اليدين، يجب أن يمسح على اليدين. عند الشافعية يقولون يجب أن يكون المسح إلى المرفقين، بسبب أن التيمم يعني بدل الوضوء، وكان الواجب في الوضوء يعني الغسل، غسل اليدين إلى المرفقين، فيقولون نفس الشيء ينطبق على اليدين. لكن الله سبحانه وتعالى قال في الآية وامسحوا بوجوهكم وأيديكم، لم يقل إلى المرفقين كما وضح ذلك في آية الوضوء، فقالوا ها اليدين هنا بمعنى إلى المرفقين. وبعض العلماء قالوا لا، اليدين هما أقل ما يسمى اليدين، وهي هذه المنطقة يعني الكفين، فقالوا المسح على الكفين يكفي، ولا يجب أن نمسح على كل اليد، على كل اليد. فهذه مسألة للعلماء فيها هذين القولين. تمام. وأما أخذ التراب للوجه واليدين فلا يشترط فيها ترتيب، ولو ترك الترتيب لم يصح، يعني وأما أخذ التراب للوجه واليدين فلا يشترط فيها ترتيب، يعني إذا وضع يديه على التراب ومسح في بيد على الوجه واليد الأخرى على يد مثلا، فهذا يصح، يعني لا يشترط أن يعني يكون
أخذ التراب أو أخذ الغبار فيها ترتيب. فلو ضرب بيده دفعة على تراب ومسح بيمينه وجهه ويساره يمينه جاز جاز. وسننه أي التيمم ثلاثة أشياء، وفي بعض نسخ المت يعني في بعض النسخ إذا أطلق يعني نسخ المتن متن أبو شجاع ثلاث خصال، ثلاث خصال ثلاثة أشياء بنفس المعنى. التسمية أولا من سننه، التسمية أن نقول بسم الله الرحمن الرحيم وأقلها بسم الله، وتقديم اليمنى من اليدين على اليسرى منهما، أن نبدأ باليد اليمنى ثم اليد اليسرى، وتقديم أعلى الوجه على أسفله، أن نبدأ في مسح الوجه على أعلاه على هذه المنطقة ونذهب إلى أسفله. والموالاة يعني أن يكون مسح الوجه ومسح اليدين متواليا وراء بعض يعني متواليا. وبقي للتيمم سنن أخرى مذكورة في المطولات، في المطولات الكتب التي تشرح الكثير من التفاصيل، منها نزع المتيمم خاتمه في الضربة الأولى، أما الثانية فيجب نزع الخاتم فيها. هنا يقول من سنن التيمم إذا كان الإنسان يلبس خاتما أن يمسح أن ينزعه في حال الضربة، لأنك عندما تضرب الأولى تمسح بها وجهك، فمن السنة أن تخلعها، من السنة أن تخلعها. أما الثانية الضربة الثانية التي تمسح بها على اليدين يجب وليس سنة، يجب عليك خلعها، لأن هذه المنطقة التي فيها الخاتم هي من المنطقة التي يمسح عليها، فيجب أن تمسح تحت الخاتم، يجب أن تمسح تحت الخاتم. فالأولى سنة للوجه والثانية لليدين واجب، والثانية لليدين واجب. والذي يبطل التيمم ثلاثة أشياء، الذي ينقض التيمم ثلاثة أشياء، أحدها كل ما أبطل الوضوء. ما هي مبطلات الوضوء؟ ما خرج من أحد من السبيلين، نقول الوضوء، النوم على غير المتمكن، زوال العقل بسكر أو غيره، التقاء بشرتي الرجل والمرأة الأجنبيين، يعني مس القبل أو الدبر بدون حائل، هذه هي نواقض الوضوء، هذه تنطبق على التيمم. لماذا؟ لأن التيمم بدل الوضوء، بدل الوضوء. تمام. الثانية ما أبطل الوضوء، وسبق بيانه في أسباب الحدث، فمتى كان متيمما ثم أحدث بطل تيممه، يعني إذا حدث منه يعني إذا خرج منه ريح أو احتاج إلى الخلاء مثلا بطل تيممه. والثاني رؤية الماء، لأن التيمم من أسباب التيمم كان عذر أو عدم وجود الماء، فإذا رأى الماء بطل التيمم. وفي بعض النسخ وجود الماء في غير وقت الصلاة، في غير وقت الصلاة. فمن تيمم لفقد الماء ثم رأى الماء أو توهمه، التوهم هو عندما تكون في المناطق شديدة الحرارة، إذا نظرت في وقت الظهر إلى هذا المكان البعيد ربما ترى أن هناك مياها مثلا، هذه تسمى توهم، يعني تظن أن هناك مياه وليس هناك مياه. فإذا توهم، إذا ظن أن هناك مياه يعني يستطيع أن يرى المياه من هناك، فقال
إذا رأى الماء أو توهمه قبل دخوله في الصلاة بطل تيممه. يجب أن يتأكد من هذا المكان إذا كان به ماء أو لا، يعني قبل دخول الصلاة إذا يعني وجد مياها أو يعني ظن أن هناك مياه يجب أن يتأكد من ذلك بطل تيممه. فإن رآه بعد دخوله، إن رأى المياه قبل دخوله في الصلاة وكانت الصلاة مما لا يسقط فرضها بالتيمم. هنا الشيء الذي كنت تسأله، وكانت الصلاة مما لا يسقط فرضها بالتيمم كصلاة مقيم مثلا بطلت في الحال. إذا رأى المياه بعد دخول بعد أن بدأ في الصلاة، هو في الصلاة ورأى المياه، فهناك تفرقة. إذا كان هذا الشخص في بلدته في المكان الذي يوجد غالبا فيه الماء، المكان الذي يوجد فيه الماء غالبا، هذا الشخص يجب أن يقطع الصلاة وأن يتوضأ ويعود إلى الصلاة. هذا نقول لأن هذه الصلاة مثلا أنت في مدينتك في المكان الذي تستطيع أن تبحث فيه الماء وتجد فيه الماء، وعادة يوجد فيها الماء، فإذا لم تجد هذه المياه تستطيع أن تصلي، لكن إن وجدت المياه ووقت الصلاة لم يخرج بعد يجب أن تتوضأ وتصلي، لأنك يعني وجدت المياه أو يعني في منطقة تستطيع أن تجد فيها المياه. أما أو مما يسقط فرضها بالتيمم، فهذه الحالة الأولى لا يسقط فرضها بالتيمم إذا تستطيع أن تبحث عن المياه وتجد فيها في هذه المنطقة، أو مما يسقط فرضها بالتيمم كصلاة مسافر. مثلا أنت مسافر في منطقة لا تعرف إذا كنت تجد فيها المياه أم لا، يعني وبدأت في الصلاة، فإن رأيت مياها حتى تواصل صلاتك، إذا رأيت مياها تواصل صلاتك ولا تقطعها، ولا تقطعها فلا تبطل، يعني لا تبطل الصلاة فرضا كانت أو نفلا أو سنة يعني. وإن كان تيمم الشخص لمرض ونحوه، إذا كان السبب الذي تيممت لأجله أنك مريض ولا تستطيع أن تستعمل المياه ثم رأى المياه فلا أثر لرؤيته، هذا يعني لو وجد مياه كالبحر لا تؤثر فيه، لأن سبب تيممه ليس فقد المياه وإنما تعذر استعماله، لا يستطيع أن يستعمل هذه المياه لضرر ربما يحدث يعني يحدثه المياه، بل تيممه باق بحاله هو متيمم وعلى طهارة. والثالث الردة، يعني الخروج من الإسلام. هناك ثلاثة أمور تحدث فيها الردة، يعني ثلاثة كيفيات يمكن أن يخرج بها المسلم عن دائرة الإسلام. ما هي هذه الثلاث؟ يعني ثلاثة طرق، ثلاثة طرق وربما نفصلها بالأشياء. أيوة فقط ثلاثة، يجب أن تكون ثلاثة. إذا عددنا الأشياء التي يمكن أن يفعلها الكثير للكثير لا تكون ثلاثة. الشرك إما أن يكون قولا وإما أن يكون فعلا وإما أن يكون اعتقادا، هذه ثلاثة فقط، هذه تدخل تحتها كل شيء. يعني هناك أقوال مثلا أن تسب الله سبحانه وتعالى أو تسب النبي صلى الله عليه وسلم، هذه يعني ردة قولية، وهناك ردة فعلية مثلا أن تلقي المصحف أو تدوس عليه في برجلك، أو هذه سنة يعني ردة فعلية.
وهناك ردة اعتقادية، مثلا إذا اعتقدت أن الله سبحانه وتعالى غير موجود، أو اعتقدت أن هذا القرآن ليس كلام الله، يعني هذا القرآن ليس واجب، أو اعتقدت أن الصلاة أصلا لا تجب عليك، هذه كلها ردة اعتقادية، لم يعني تنطق هذه الأقوال بلسانك ولم تفعلها بجوارحك، وإنما اعتقدته في قلبك، وهذه تخرجك من دائرة الإسلام، وهي قطع الإسلام. وهناك ويعني للتكفير شروط وللتكفير موانع، من يعرف شروط التكفير وموانع التكفير؟ من شروط التكفير العلم، الله سبحانه وتعالى قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، أن يكون هذا الشخص عالما بما يفعله، أنه من الأشياء التي تخرجه من دائرة الإسلام. والجهل من موانع التكفير، إذا كان الإنسان جاهلا لا يعرف ما يفعل، يعني من موانع التكفير. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الإرادة أيضا من شروط التكفير، أن يكون هذا الشخص فعل هذا الشخص شيء باختياره، فإن كان مكرها، الإكراه من موانع التكفير، الخطأ والنسيان مثلا، التأويل أيضا من الشيء الذي يعني يحتمل فيه التأويل، يعني من موانع التكفير. تمام، قلنا الردة وهي قطع الإسلام أي الخروج من الإسلام. وإذا امتنع، يعني إذا خرج الإنسان من الإسلام بطل وضوءه، بطل يعني تيممه. أما الوضوء فهل يبطل؟ لأن التيمم طهارة ضعيفة والوضوء طهارة قوية، فهناك قوة. التيمم أصلا جاء ليحل محل الوضوء، هو بدل الوضوء، فلذلك يعتبره العلماء طهارة ضعيفة. وإذا امتنع شرعا استعمال الماء في عضو فإن لم يكن عليه ساتر وجب التيمم وغسل الصحيح. وغسل الصحيح، يعني إذا لم يستطع الإنسان استعمال الماء في عضو بسبب أن على هذا العضو جرح، أو على عليه عذر ربما يورثه أن يعني يتضرر هذا العضو أكثر، فنقول إن كان عليه ساتر، إن كان عليه شيء يستره كالجبيرة وغيرها يمسح عليها عادي، وإلا وجب التيمم له، لأنه لا يستطيع أن يمسح ولا يستطيع أن يغسل، فوجب عليه التيمم وغسل الصحيح. الأعضاء الصحيحة يجب أن يغسلها، والعضو الذي لا يستطيع أن يمسح عليه ولا يستطيع أن يغسله يتيمم له. ولا ترتيب بينهما للجنب، لا ترتيب بينهما للجنب، فإن كان الإنسان مثلا على جنب، إن كان الإنسان على جنب ويحتاج إلى الوضوء، عنده مثلا مياه تكفي للوضوء ولا تكفي للغسل، فنقول فإذا اغتسل، فإذا تيمم للغسل وتوضأ صح، وإذا توضأ أولا ثم تيمم للغسل صح أيضا. فلا يجب، لا ترتيب بينهما للجنب. أما المحدث فإنما يتيمم وقت دخول غسل العضو العليل، الشخص الذي يتوضأ لكن عليه مثلا جرح في يده، فهذا الشخص
يتيمم لي اليد بعد غسل الوجه والوصول إلى هذه اليد، يجب أن يغسل ما قبلها من الأعضاء، ثم بعد وصوله إلى هذا العضو يجب عليه أن يتيمم له، فلا يستطيع أن يتيمم قبل أن يبدأ الوضوء، لا يستطيع، فإنما يتيمم وقت دخول غسل العضو العليل الذي به علة. فإن كان على العضو ساتر فحكمه مذكور في قول المصنف وصاحب الجبائر، يعني الشخص الذي عليه جبيرة، الشخص الذي كسر بعض أعضائه وبعض عظامه وجبر بالجبيرة، يذكر الشيخ هنا صاحب الجبيرة. جمع جبيرة إن شاء الله نتوقف بعد أن نكمل هذا الجزء بإذن الله تعالى قبل بداية فصل النجاسات إن شاء الله. يقول الجبيرة جمع الجبائر جمع جبيرة بفتح الجيم، وهي أخشاب أو قصب تسوى وتشد على موضع الكسر ليلتحم. هنا يشرح كيفية جبر العظام عند الإنسان، فيقول الجبيرة هي أخشاب أي خشب، وربما تكون قصب، القصب هو الشجرة التي يصنع منها السكر، لها يعني جزء ما شاء الله إذا وضع على يعني يكون على شكل صحيفة، فيمكن أن يوضع على العضو المكسور ويجبر به، تسوى وتشد على موضع الكسر على الموضع الذي انكسر ليلتحم أي يعني يبرؤ ويكون التحام بين العضوين المكسورين. يمسح عليهما، فإن كان عليه جبيرة يمسح على هذه الجبيرة بيد مبلولة، بيد مبلولة بالماء يعني، إن لم يمكنه نزعها، إذا كان يستطيع أن ينزع هذه ويغسل ثم يرجع ويضع عليها هذه يعني أفضل، أما إن لم يكن يعني يستطيع أن ينزع هذا الجابر الشيء الذي جبر به كسره، فنقول يمسح عليه، يمسح عليه في حال وصوله إليه. تمام. يمسح عليها بالماء إن لم يمكنه نزعها لخوف ضرر مما سبق، ويتيمم صاحب الجبائر في وجهه ويديه كما سبق. إن كان العضو المكسور هو الوجه واليدين، إن كان هذا العضو المكسور هو الوجه واليدين يجب أن يتيمم لهما، يجب أن يتيمم لهما. تمام. قال ويتيمم صاحب الجبائر في وجهه ويديه كما سبق، كما يعني سبق ذكره، ويصلي ولا إعادة عليه إن كان وضعها أي الجبائر على طهر. هذه المسألة مسألة التيمم من أدلتها أيضا عمرو بن العاص رضي الله عنه، كان في غزوة ذات السلاسل من الغزوات المشهورة في التاريخ الإسلامي، وهو كان على رأس الجند فأصابته جنابة، فكانت الليلة شديدة البرودة، ليلة باردة جدا، فلم يستطع أن يستعمل المياه لرفع جنابته، فتوضأ وتيمم لرفع الجنابة وصلى بالناس إماما، والناس كانت تعرف أن عليه جنابة وأنه تيمم وأيضا صلى بالناس. ولما قدم من الغزوة سأل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني خشيت على نفسي يا رسول الله، خشيت أن أموت بسبب برودة المياه.
وتأولت قول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتبسم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال ولم يقل له شيئا، ولم يأمر أن يعيد الصلاة، لم يأمره أن يعيد الصلاة. فهذه حالة طارئة، كان يعني يستطيع أن يصلي بعد طلوع الفجر وبعد أن تذهب برودة المياه مثلا، فهذه تدل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمره أن يعيده. فيقول ويصلي ولا إعادة عليه إن كان وضعها أي الجبائر على طهر. هذا الشرط ليس قويا بما فيه الكفاية، لأن الجبيرة مسألة يعني لا يفكر الإنسان أن يضعها على طهر، لأنه لا يعرف متى ينكسر عضو من جسده، فلا يفكر أن يتوضأ ويكسر يده مثلا، لا يفكر في هذا. فالمسح هذا يعني التيمم شرع لتخفيف المشكلة أو المضرة على صاحبها، فالشافعية يشترطون أن يضعها على طهر، وكانت في غير أعضاء التيمم، كانت في غير الوجه واليدين، وإلا أعد. قالوا إذا كان العضو المكسور في الوجه واليدين ولم يضع هذا الشخص هذه الجبيرة وهو طاهر، فنقول يجب أن يعيد هذه الصلاة. يقولون هذه هذا يعني ربما فيها شيء من الغسو من القسوة، الراجح عدم الإعادة، بأن يعني أن يعيد هذا الشخص يعني لا يجب عليه. والعلماء استدلوا في هذا أصحاب الحدث الدائم، مثلا سلس البول والاستحاضة، هل يجب عليهم إعادة الصلاة؟ لا يجب، مع أننا تيقنا أن النجاسة لا زالت جارية منهم، لم تتوقف هذه النجاسة يعني، ولا يجب عليهم إعادة الصلاة، فهذا الشخص أيضا لا يجب عليه أن يعيد الصلاة. تمام. وهذا ما قاله النووي في الروضة، لكنه قال في المجموع إن إطلاق الجمهور يقتضي عدم الفرق، يعني جمهور العلماء يقولون لا فرق بين أن يلبسها على طهر أو يلبسها على غير طهر، أي بين الأعضاء التيمم وغيرها. ويشترط في الجبيرة ألا تأخذ من الصحيح إلا ما لا بد منه للاستمساك واللصوق، يعني يشترط أن تكون على الموضع المكسور والموضع الذي لا بد منه أن توضع عليه. فإذا كانت الجبيرة على أكثر مما يحتاجه الإنسان نقول هذه المنطقة التي لا يحتاج إليها الإنسان في الجبيرة يجب أن نزيل هذه المنطقة ونغسلها. والعصابة والمرهم ونحوها على الجرح كالجبيرة، إذا كانت يعني بك جرح ووضعت مرهما دواء عليه ويعني وضعت عليه لفافة مثلا، فنقول هذه أيضا تمسح عليها كالجبيرة، كالشخص الذي انكسر. إذا كان يعني إزالة هذه الشيء من المكان يعني يؤثر في تأخر الشفاء أو يزيد الضرر على الجرح. ويتيمم لكل فريضة ومنذورة، أي يتيمم لكل صلاة واجبة وصلاة سنة، فلا يجمع بين صلاتي فرض بتيمم واحد، يعني صلوات الفريضة المفروضة يقول العلماء التيمم يجب أن يجدد في كل صلاة من الصلوات الخمس، أما السنة تستطيع أن تصلي ما تشاء من السنن، ما تشاء من السنة، فلا يجمع بين صلاتين، فلا يجمع بين صلاتين بين صلاتي فرض بتيمم، يعني فريضتين، ولا بين طواف، ولا بين طوافين، مثلا طواف الإفاضة وطواف الوداع،
مثلا ولا بين جمعة وخطبتها، يعني يفرقون بين صلاة الجمعة وبين خطبة الجمعة، فيقولون إذا استبحت خطبة الجمعة بتيمم يجب أن تتيمم لصلاة الجمعة أيضا. وللمرأة إن تيممت لتمكين الزوج أن تفعله مرارا. من يستطيع أن يصور لي هذه الحالة؟ يعني إذا أرادت المرأة أن تمكن زوجها من الجماع ولم تستطع أن تغتسل لفقد الماء مثلا، يقول تستطيع أن تتيمم. مثلا كانت عليها حيض، مثلا كانت في حيضتها، انتهت الحيضة، كان يجب عليها أن تغتسل لتطهر، فلم تجد ماء وزوجها يحتاج أن يجامعها مثلا، ففي هذه الحالة تستطيع أن تتيمم لاستباحة الجماع، أن تتيمم لاستباحة الجماع. وللمرأة إذا تيممت لتمكين الزوج أن تفعله مرارا، فلا تستطيع بهذا التيمم أن يجامعها أكثر من مرة، هذه مرة واحدة، فيجب أن تتيمم لكل مرة تمكن فيها زوجها، وتجمع بينه وبين الصلاة بذلك التيمم، لا تستطيع أن تصلي بهذا التيمم أيضا. وقوله ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل ساقط في بعض النسخ. هنا يقول يعني المتيمم يستطيع أن يصلي أكثر من صلاة سنة، يعني مثلا صلاة التراويح يستطيع أن يصلي ما شاء من صلاة السنة أو صلاة الليل بتيمم، لكن هذه الجزئية لم يرد في بعض نسخ المتن. إن شاء الله نتوقف بهذا القدر ونبدأ في درسنا القادم فصل في بيان النجاسات وإزالتها بإذن الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى، وأن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد. هل هناك أي سؤال؟ إن شاء الله قبل الأذان. إذا 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 كانت نيته الأولى إذا تيمم لاستباحة فرض فله أن يصلي بهذا الفرض وبسنة مثلا، أما إن كانت نيته في استباحة سنة فقط يجب أن يتيمم لصلاة الفرض، يستطيع أن يصلي ما شاء من السنن بنيته، أما لصلاة الفرض يجب أن يجدد التيمم مرة ثانية. تمام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ها فضل شيخنا.